أقبل على الصيام، فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أقبل على القيام، فمن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أقبل على التماس ليلة القدر، فمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أقبل على إطعام الطعام وعلى الصدقة، وفطر الصائمين، فمن فطر صائماً كان له مثل أجره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أقبل على قراءة القرآن، وإن لم تقرأ القرآن في شهر القرآن فمتى تقرأ القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في شهر رمضان مرة، فلما كان في آخر عام دارسه القرآن وعارضه القرآن مرتين. فهذا الشهر شهر القرآن. يا باغي الخير أقبل على العمرة، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا باغي الخير أقبل على كل خير، فباب الخير مشرع. ويا باغي الشر أمسك، فإن لم تمسك في هذا الشهر فمتى تمسك؟ تب إلى الله وارجع إلى الله وأصلح واستقم على دين الله عز وجل لتكون من المفلحين.